عليكم. لا قال علي لحظة طبع راس عم براو زي طلع كده أصدوما. أيوة أخ أصدوما. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أصدوما؟ أنا اللي أصدوما. أنا تقفل الفرامل والدربليات 100 100 يا باشا. من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة والفرامل 100 100 وباللوست كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك وقفنا اهو واضرب فرامل والدربليات في الحتة دي. في الحتة دي هي دي التجربة يعني؟ أه ماشي أنا جاي لك أهو الوقت. الله نور يا استاذ دوما. بس انا بقى مش عايزه تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براء باذن الله. براء باذن الله. الله يخرب بيتك اتاخرت كده ليه؟ انا دخلت يا استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجلها. مفيش. نهار اسود الليله السوداء. طب وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دخت. انا جايب حتى رحت اجلت بابا هو عشان اي حد يطلع. يخرب بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله قدك وتترافع وانا الحاجه للمحامين دول خالص. قول ان وشك كده؟ ماله؟ انت جيب الوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ابني. انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد النقطتين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. يا حاج مين المحامي يا شيخ افندي؟ المحامي في الكبينيه. ايه؟ في الكبينيه يعني هو في الكبينيه وجاي براءه باذن الله ان شاء الله. براءه ابوس ايدك شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. فندي نعم. بقول لك يا متر ايه؟ ما تقوم تترافع انت قدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضيه. ايوه حاضر ما انا عارف. ندعو على القضيه والمصحف سمعت خلاص هتتعذب والنبي سمعت. اما قمت تترافع يخرب بيت النجاح. الدفاع يتفضل. قوم فز سيد الرئيس. سيد الرئيس حضرات الساده المستغربين عن احمد الحاجب ارجو ان تتسع ساحه المحكمه لكي اخذ راحتي في الدفاع. اجري يا اشرف. ابويا ابويا اجري يا اشرف. ترافع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترافع ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده. ده الوش اللي بتجيب بيه الخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ هي صوره رئيس عصابه. يا حيوان انت بتتريق على لا مهابة. ايه مهابة ايه حاج؟ ايه حاج انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ ده انا هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاج. ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه. اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز.
بتقول ايه؟ التفاصيل والتتلز. هو هيتكلم جوه لا انسى انسى هنا يا استاذ ما تقف كده قدام القاضي وتترافع ما تخافش وما تهبش من حد وتطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي ضيع عليك. انت محامي انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. واد الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس ان راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك ولدي حيضيع مني. عين عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قولي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. ولدي حيروح في داهية. ولدي تفاصيل ايه بقى يا حاج؟ ولدي لا لف في الدور ولا في الطحين. تفاصيل ايه يا حاج؟ ولدي لا لف في الدور ولا في الطحين. ولا ده حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسم عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. أنا ما اتفقناش على كده يا حاج. أنت كنت بتعمل لي مفاجأة هنا ولا إيه؟ أبوس يدك، أبوس يدك، ما تفضحنيش. هينادم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله، ضد حنجل أبو حديدة. يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده. أبوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل إزاي؟ يا رب سكينة. ضربت في السكينة في حنكو؟ أيوه حاضر أهو. شران لبقه؟ غنى شران لبقه دي؟ جون حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في الليل. ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين، عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ؟ انت مش قاري ملف القضيه. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله، هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه فيا ليه سيد الرئيس؟ ان طعنه موكلي لحنجل كانت طعنه رقيقه، كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال فضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي، مش قصدي سعادتك، أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول ما رفعت ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضيه، اتفضل. حياه المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضيه. والله هتقولها، هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضيه لجلسه 9/9. مبروك يا حاج، القضيه اتأجلت للساعه 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لفي، معقوله؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ لا جاية دليفري من دبي. والراجل جايب الفزمة من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. مش كده؟ ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجة. بموت
ضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ضعيف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفن 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 طفن. ايه ده؟ طفونه يا بابا طفونه. خد عفونه مش طفونه. ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فرقة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال شايفه، وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت بباريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29000 جنيه تخيلي. بصي وليلي. الله الماس يا لهوي. الماس مبروك، الف مبروك، حاجه تقبل طبعا. والان مع المفاجاه. ايه هنفجر ولا ايه؟ لا اول اغنيه اطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقيه الشارع، خليه ياسر محي الدين ابو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لكم ابدا، يعني لكم ابدا، يعني اقول ابدا. طلعوا يا محي ورجله كده ولفوا بالبكره. لكم ابدا، يعني لكم ابدا. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محي. ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقه الدوله. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي انت تخاف مني في البيت؟ اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور، اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام، هل السرير ده كتم للصوت؟ هو ده اللي هدف العنتابلي. أمرني. الله الحبيبي. ربنا يخليك. ربنا يخليك، والنبي بس عشان أنا يعني بفزع شوية من الحركة دي، هل أنت كنت واقف مع دكتور ألف لا بأس شعر عليك؟ كنت بتاع بخصوص البق ده عيان. الف الف لا باس شروا عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه يا نادي، هو السرير اللي هناك ده
كم هذا السرير؟ ده 4500 جنيه لحد البيت، وحساب العربية عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا لا لا، مش عايز الناس حاجة أوطى من كده، أنا حاجة أوسخ من كده شوية. في ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي، ده أنا جربته. حلو؟ أنا جربت ده، عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال. اه طب لو انا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو انا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. ايوه ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمه الله وبركاته. عسل والله. ربنا يخليك. طب السرير ده حاضر ان شاء الله. هقعد ادفع الفلوس هنا في الكافيه؟ لا الكاشير هنا يا اكسلانس. حلو قوي. طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس. الخميس 22 بعد بكره. ايوه. مرسي يا سكنانس. صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى، عايز ايه؟ تسول ايه؟ انا اشرف يا استاذ. لا انا ايه اشرف؟ لا انزل بقى. غريبة قوي. اوعى الشنطة، اوعى الشنطة، مش اوعى انا ولا اعرف عمك. مين على كده؟ يلا ولا اعرف. انا باخد اوعى الشنطة. انا اشرف سكرتيرك. مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك. مالك يا استاذ؟ والله مؤاخذة اشرف. ازاي؟ الحمد لله اشرف. انت خضتني. معلش معلش. اصلا الايام دي عمال انسى شويه حاجات كده، فرحت للدكتور فاداني دواء، فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك. احنا خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيهم؟ لا لا ما تقلقش، قضيه جديده. المصحف؟ ما تخافش، انا مكلم الاستاذ رافع المحامي، هو اللي هيترافع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي، انا اللي هترافع. نعم؟ انا اللي هقف مساحه الفضاء العالي واقوم بالمرافعات. يا ريت. ايه اللي غير رايك كده يا ده؟ احنا ليه عرقنا؟ احنا وشقانا يروحوا لبره، مش احنا عرقنا؟ احنا اولى بيه. بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانه، تروح قافش مني النياله وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش، انت هتفضحني في الشارع. ما تشوف. طب حل. المهم يلا، انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عد يا حاجه واعلن عن قدومي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. الله اكبر. الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما، وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ محسوبك بيومي. طب حاج بيومي، ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم، يعني هو لان في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشه واتحمرشوا بيه، ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا ابني متهم في قضيه اغتصاب. هو متهمينه في قضيه اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا ده الاكبر ابني برقبتي، ده دور عاملاه البنت واهلها طمعانين في العز اللي انا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي انا فيه ده؟ كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيلة الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيلة الحايح بهنسي جوهر.
في نبيله الحلح بهنس جوهر عندها 67 سنه ومتجوزه 7 مرات ورمت في جوازها من البلكونه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ اما بقى نبيله الحلح اللي عليها العين والليلي دي ساكنه في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس، بطل وشوش. ما انت بتتوشوش، مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين، يلا باي. ارجو يا حاج ان انا ما اكونش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني، احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيله في بستين. لا جاي ياخد كلمتين في القضيه يعني. ايوه بحسب البستين. ايه اصل سمعتها بوسه، انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وعفيفه وظريفه وشرفي بحب بالليفه. ابني كنت الليفه يا حاج ربي يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاكي ده وشوفي الافوكاتو، يمكن نطلع منه بمصلحه. طب يلا بقى، باي باي. خلصنا افندم يا استاذ. والله انا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعوده؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 لا، ده سعد اخويا، اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 لا، دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي، ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل، هكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. قصدك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس في ثواني ثواني. اوعي بقى ما تمشي بقى. انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص نتقابل في الجلسه. باي. سيدي الرئيس، حضرات الساده المستشارين، إن هذا الملتهم الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة، ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعال يا نبيلة. سيد الرئيس، مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ده أنا أنفخك. بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة انك انت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ ايوه يا استاذ. ولما حصل ان انت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حته مكان ضلمه كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك، اليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ اجل يا سيدي. اجل يا سيدي. وعلى حسب أقوالك برضك في النيابة
انك قلتي ان تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ؟ نعم؟ هنا؟ بعد إذنك، المكالمة في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل، أنا، أيوه. رد يا حاجة، رد، رد يا حاجة، فتح الله عليك، ردي، ردي. ألو؟ ألو؟ مساء الخير؟ مساء الخير يا فندم. نبيلة الحايح، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، طب ده رقم تليفون ساعتك، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك أثناء الحادثة، صح؟ أجل. أجل. أنا بس حبيت أثبت لرسالة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالملدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة، وكان عايز ياخد منك الموبايل، صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، يا سلام على التقوى. طب إزاي يا سيادة الريس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة، وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعة المحمول، بتقول ان جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه، نفس الساعة. ازاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل، بس يحصل بقى ساعتك الا اذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحبتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكرا سيادة الرئيس. يا تقوم هتظبطي، يلا باي. نبيلة، انت نمرة الموبايل بتاعك 013-45-301. ايوه يا فندم. حكمت المحكمة حضورياً أولاً بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالتها إلى نيابة العام وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها، وثانياً براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة. بقول لحضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما تفضلها مكان.